أهلا بكم. لماذا غضبت إيران وأتباعها من تقارب العراقيين مع العرب في أثناء بطولة الخليج العربي 25 بكرة القدم بحسب ما نشرت الواشنطن بوست، حيث قالت إن تقارب العراقيين مع العرب أغضب النظام الإيراني كثيرا، وأن كأس الخليج العربي في العراق تحول إلى ظاهرة للوحدة العربية. نتساءل، هل كانت فعاليات بطولة الخليج 25 فرصة ليعبر العراقيون عن انتمائهم لعمقهم العربي، وخاصة أن النظام الإيراني عكف على اقتلاع العراقي من أصوله وزرعه في مزهرية الطائفية والمذهبية تحت عباءة الملالي؟ يتساءل عراقيون، هل ممكن أن يسمح السياسيون في العملية السياسية أن يحصل هذا التقارب بين الشعب العراقي والشعوب العربية، شعوب الخليج أو شعوب المنطقة تحت مظلة الهوية، وهم كانوا ولا زالوا، أي السياسيين، الأداة التي تستخدمها إيران في ابتلاع العراق أوراقا وسيقانا وجذورا وأشواكا ونفطا وغازا ومليارات وكنوز وسوقا استهلاكية لبضائعها الرديئة؟ هل يسمح السياسيون بدخول العرب من الباب ليطرد الإيراني من الشباك؟ هل يسمح السياسيون أن ينهض العراق باستثمارات مع دول الخليج تحقق لشعبه الرفاهية والعيش الرغيد بدل الاستعباد الإيراني صيفا وشتاء وركضا وراء الكهرباء وركضا وراء الطاقة الإيرانية في الشتاء التي يبيعونها للعراق بأضعاف ثمنها؟ كلها أسئلة نطرحها كما هي في خلد المواطن العراقي في عنوان هذه الحلقة، وهو هل يراد إرجاع العراق لعمقه العربي؟ سيكون معي في هذه الحلقة كل من السيد مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. حياكم. مرحبا بك أستاذ مجاهد. وأيضا الدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي عبر سكايب. مرحبا بك دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. أهلا بك، وأرحب أيضا بالأستاذ طاهر الأحوازي الكاتب السياسي ضيفي عبر سكايب. أستاذ طاهر مرحبا بك. أهلا بكم وبضيوفكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم ضيوفي الكرام. نشاهد مشاهدينا الكرام بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار. بالروح بالدم نفديك يا عراق، هكذا هتف العراقيون لبلدهم الذي حاولت إيران ابتلاعه وضمه إليها، لكن حب العراقيين لوطنهم واعتزازهم بعموقهم العربي ظهر جليا في بطولة الخليج العربي 25، حين استقبل أهل الرافدين أشقاءهم العرب بفرحة عارمة وفتحوا بيوتهم وقلوبهم للضيوف الذين طال انتظارهم. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مواطنين في البصرة تأكيدهم أن إيران على مدى 20 عاما حاولت نزع الهوية العربية عن العراق بشكل عام وعن سكان الجنوب بشكل خاص، وأن ما حدث في بطولة الخليج العربي 25 أغضب النظام الإيراني كثيرا بعدما أدرك أن ما بين العراقيين والخليج العربي أكبر من أن يتم كسره، خاصة بعد اعتراض إيران على عبارة الخليج العربي في اسم البطولة. هاي البصرة صار عالمية، خبل هاي لمتنا الخليج، على عناد الأرجنتين تبقى الخليج عربية. الله يحفظكم. وبحسب الصحيفة فقد تحولت البطولة إلى احتفالية بالوحدة العربية، مشيرة إلى أن الحدث مثل فرصة نادرة لسكان العراق من أجل التعبير عن اعتزازهم بوطنهم وتضامنهم مع عمقهم العربي والإقليمي. كما تطرقت الصحيفة إلى مظاهر الكرم العراقي اللافت والذي ترجمه الاحتفاء الشعبي بالزوار الخليجيين والعرب، حيث استضاف سكان البصرة ضيوفهم بحفاوة قل نظيرها. العراقيون بشكل عام والبصريون بشكل خاص أرادوا بمواقفهم النبيلة إيصال صورة ورسالة مفادها
أن العراقيين متعطشون لمحيطهم العربي الذي طالما عملت حكومات ما بعد 2003 على عزله وإبقائه رهنا لنفوذ إيران. بطولة الخليج العربي 25 في البصرة لفتت الانتباه إلى أن ثمة إرادة لعودة العراق لمحيطه العربي تمثلت برغبة وتآلف الشعوب، فهل سيشهد العراق خطوات نحو عمقه العربي؟ أم أن حكومة السودان بميليشياتها وأحزابها الفاسدة ستقف سدا وعقبة من أجل خدمة مصالح إيران وأجنداتها داخل العراق؟ ويبقى السؤال الأهم عن إمكانية فكاك العراق من سيطرة إيران التي عاثت فيه فسادا وعادته إلى عصور الظلام. وهل ثمة إرادة دولية وعربية لانتشال العراق من مستنقع إيران وعودته إلى مكانته العربية والدولية التي تليق به؟ إذن أبدأ معك أستاذ مجاهد. نبدأ من الواشنطن بوست التي نشرت وقالت بأن التقارب العراقي العربي في بطولة خليج 25 أغضبت النظام الإيراني كثيرا. ترى إلى أي مدى ذلك يعني صحيح من وجهة نظرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم الكرام. طبعا إيران تنظر إلى العراق، حاولت عزل العراق طوال السنوات الماضية عن المحيط العربي، وعملت على تشويه صورة العرب والخليجيين تحديدا بأن هؤلاء أعداء، هؤلاء يأتي منهم الإرهاب، هؤلاء يأتي منهم الغزو والتحالف مع الولايات المتحدة، هؤلاء مطبعين، هؤلاء كذا. لذلك هناك نوع من الفشل الإيراني في صياغة هذا النموذج. العراقيون والخليجيون عندما رحبوا ببعضهم واعتز العراقيون بعروبتهم في البصرة، وهناك يعني نوع من التعاطف الخليجي مع العراقيين، هناك يعني على مستوى الشعبي والرسمي، المعلقين، المشجعين، هناك نوع من الرغبة بالانفتاح على العراق رغم كل التحديات التي يعني ستواجههم فيما لو فتح هذا الباب. لكن إيران تشعر أن العراق هو ملكها، العراق تريد أن تفتخر بأن هذا العراق هو تابع لها. يأتي هذا في توقيت تشكلت حكومة بدعم أساسي من الإطار التنسيقي الذي يعتبر حليف أساسي لإيران في العراق، وبالتالي في ظل هذه الحكومة وهذه الميليشيات التي يفوق عددها 100,000 عنصر يرحب بالخليجيين العرب الذين تنظر إليهم إيران بنظرة عدائية، ويكون العنوان الفشل في كل هذا الضخ الإعلامي والبروباغندا المعادية للعرب والخليجيين. لذلك ما أغضب إيران هو الاعتزاز العراقي بعروبته، اعتزاز الخليجيين ورغبتهم بالانفتاح على العراق. جميع هذه المخططات التي سعت إيران من خلالها لعزل العراق عن عمقه ومحيطه العربي أثبتت فشلها في هذا الكرنفال الذي حصل في البصرة. نعم أستاذ مجاهد. دكتور فاروق، هل تفلت العراق من أيدي النظام، نظام الملالي في إيران، أكثر من عقدين من الزمن أو ربما أكثر؟ يعني البعض يقول أن هناك يعني أطماع نظام الملالي يمتد لما قبل عام 1980. هل تفلت العراق خلال هذه المرحلة من أيدي ونفوذ إيران أم ماذا؟ كيف نفهم هذا التقارب العراقي مع دول الخليج؟ أنا باعتقادي أنه الشعب العراقي استمر على نفس شعور العربي، انتماء العربي، سواء كان قبل دورة الخليج أو بعد دورة الخليج. ولكن النظام الذي يحكم العراق منذ العام 2003 ولحد الآن، من 2004 ولحد الآن، هذا النظام للأسف حول العراق إلى نستطيع أن نقول واجهة إيرانية، حاول أن يجعل من العراق تبع إلى إيران. ولكن الجماهير لم يعني ليست ما حدث ليس ما حدث في البصرة هي المرحلة الأولى، سبق هذا في انتفاضة تشرين، وسبق انتفاضة تشرين انتفاضة
عام 2010 في ساحة التحرير هتفت الجماهير العراقية بوحدة العراق، بالعراق جزء من الأمة العربية والعراق للعراقيين، وهذا يعني واللي اضطر أثناء نور المالكي إلى استخدام الطائرات السمتية واستخدام الأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة لمواجهة المتظاهرين. لذلك أنا باعتقادي أن النظام لا زال هو نفس النظام، ولا زال أداة من، ولكن الجماهير هي نفس الجماهير. نعم ربما فسح لها المجال في البصرة لكي تعبر عن رأيها بشكل وصريح، وخاصة بعد الانفتاح اللي حصل نتيجة فتح الحدود، نتيجة الإجراءات السلسة لدخول إخواننا العرب من سواء من كان من الكويت أو من الإمارات أو من قطر أو البحرين أو المملكة العربية السعودية. هذا سمح للجماهير أن مباشرة وتبين شعورها بشكل واضح وصريح. نعم، اسمح لي ننتقل للأستاذ طاهر. أستاذ طاهر، يعني كيف ينظر النظام الإيراني إلى العراق بحيث أن منذ عام 2003 إلى الآن حتى في الإعلام يروج أو هو يروج على أن العراق هو تابع له، والبعض من المسؤولين في النظام أيضا يتحدث عن أن العراق هي حلبة الصراع ما بين الولايات المتحدة وإيران، يعني أن الأمر بيد إيران نفوذا وكلا بالكلية. ما الذي يجعل النظام الإيراني يستحوذ على العراق؟ كيف ينظر النظام الإيراني إلى العراق؟ السلام عليكم ولضيوفكم ومشاهديكم الكرام. بالطبع بالنسبة للحقد الفارسي وهذا علينا أن نقر به، وهو يعتبر العراق القاعدة الأساسية لمواجهة المشروع الفارسي منذ مئات السنين. علينا أن نتحدث عن الأحداث التاريخية، وخاصة عندما أتى المغبور خميني وبدأ بالتدخل المباشر في شؤون العراق الشقيق، وأقام بالتفجيرات والقتل للمواطنين السلميين، وأيضا التآمر على السلطة الوطنية آنذاك، وأدخل يعني بال 2003 أدخل عناصره يعني من الميليشيات وحتى من المجندين من الحرس الإرهابي، إن كان في عام 90 91 أو بال 2003. وهذا كل دليل واضح أن النظام الإيراني والسلطة الإيرانية ليس الحالية بل حتى الذي سبقتها هي لديها نظرة توسعية، نظرة حاقدة على شعوبنا وخاصة الشقيق العراق الشقيق. لا ننسى أخوتي ومشاهديكم الكرام أن بالنسبة لموقف ما حصل في البصرة والعراق جميعا، يعني ابتداء من ما حصل عام 2003 والشعب العراقي دائما كان رافض ومقاوم لأي خطة أو مخطط لإبعاد العراق واحتلال العراق من جهات إن كانت إيرانية أو حتى غير إيرانية. بالنسبة للموقف الإيراني، الموقف الإيراني أعلنها صراحة واعتبر أن العراق أحد المحافظات الإيرانية وأيضا سوريا وغيرها، وهذا ما حقيقة جل جنون إيران بعد ما حصل الاتفاق الأخير بالبصرة. النظام الإيراني جند كل قدراته الإعلامية والاقتصادية والعسكرية، ولكن لم يتمكن أن يقتل الروح الوطنية عند المواطن العراقي صاحب التاريخ وصاحب الأرض وصاحب هذه الحضارة العريقة الذي عمرها قاومت الاحتلالات وقاومت الأحداث التاريخية إن كانت طبيعية أو كانت بشرية. فبالنسبة للنظام الإيراني أخوتي الكرام وتوجهه اتجاه العراق دائما أصلا يحتبر حتى بغداد عاصمة الرشيد يحتبرها هي إيرانية، فهذا الحقد الدفين
حقيقة دائما أفشله الروح الوطنية عند أهلنا وأشقائنا في العراق الشقيق الذي دائما كان يواجه المشاريع لهذه الدولة الحاقدة على العرب. نظام الإيراني وسلطته لحد الآن يعمل على تمويع الهوية للعراق الشقيق وإبعاد العراق الشقيق من كيانه العربي ووجوده العربي. هذا حقيقة ما أفشله الشعب العراقي بوحدة الصف، بوحدة الكلمة، بوحدة الرأي حقيقة من أجل الحفاظ على كيانهم وعلى وطنيتهم وعلى عروبة العراق الذي أساسا نحن كأبناء الأحواز وأبناء يعني بلاد ما بين النهرين حقيقة، والعرب كلها تقر أن العراق هو منشأ الحضارة العربية اسمعني شلون. فكيف يتمكن الإيرانيين أو غير الإيرانيين من تغيير هوية هذا البلد وهوية وتاريخ هذا البلد وجعله بلدا فارسيا لا سمح الله؟ ونحن يمكن الأحوازيين بمقاومتنا منذ 100 عام لمشروع الاحتلال الفارسي ولحد هذا اليوم نعتبر أن الخليج والأحواز جزء لا يتجزأ من هذه الأمة العريقة، وإن شاء الله ستنتصر العراق وتنتصر الأمة على كل مشاريع الحاقدة لهذه الدولة ذات الحقد الدفين على العراق الشقيق وعلى كل الأمة العربية. نعم أستاذ مجاهد، بلا شك هي فرصة للشعب العراقي لكي يعبر عن انتمائه وإحساسه بعمقه التاريخي عندما هتف في منظر مهيب في ملعب البصرة جذر النخلة، حمل صور شهداء ثورة تشرين، ويعني ندد أمام رئيس الوزراء الحالي بما يجري في العراق من تدهور اقتصادي. كيف تصف الأجواء؟ يعني أحيانا أو دائما ربما أن السياسيين ينسبون أي انتصار أو أي إنجاز لهم، في حين أن الجمهور خرج ليساند منتخب، أي خرج ليرفع العلم العراقي حسرا ويساند منتخب اسمه منتخب العراق. كيف تصف هذه الأجواء؟ كيف ينظر إليها السياسيون بعد فشلهم على مدى 20 سنة وهم بحسب ما يرى الكثير من المراقبين أداة إيرانية لطمس الهوية العراقية؟ طبعا يعني الحدث كونه حدث يعني حدث رياضي لا يمكن، أو يعني هو بوابة دائما، الأحداث الرياضية دائما ما تستخدم لإقامة العلاقات أو لإعادتها بين الدول وتطويرها، كما حصل ما بين الولايات المتحدة والصين والولايات المتحدة وإيران في فترات سابقة. وهنا أيضا كان فيها نوع من الرغبة بالانفتاح على الخليج، لكن لكون الأحداث الرياضية لا تحمل هوية سياسية، ليس فيها مشاعر عداء بين طرف وآخر، لذلك تستخدم دائما لترطيب الأجواء. لذلك الطبقة السياسية لكونها طبقة محملة بأوزار الفشل منذ عام 2003 وإلى اليوم، ليس هناك إنجازات كبيرة تقدمها للجمهور والإعلام، حاولت تصوير هذا الإنجاز كأنه إنجاز تابع لها، نعم، وأن ما حصل هو جزء من يعني إنجازاتها ومساعيها لتحقيق ذلك، واستغلت الفرحة، فرحة العراقيين، فرحة المنتخب، استثمرته لصالحها وإعادة يعني شرعنت نفسها أمام الرأي العام، على العكس من مواجهة محاولات لتسييس أي إنجاز عراقي تماما. يعني هناك نوع من توظيف الأحداث، يعني كل حدث إيجابي يحصل تحاول الطبقة السياسية بجميع التي هي كانت سبب أساسي بالفشل الذي حصل طوال السنوات الماضية، تحاول تسويق نفسها من خلاله أنها مع النجاح، مع الإنجاز وهي الإيجابي، التي ساندت وهي التي نجحت وساندت. وبينما هناك مشاكل كبيرة حصلت في تلك المدن، وخاصة البصرة، موضوع تحلية المياه، موضوع وضع الجدار وعزل العشوائيات، يعني هناك كثير من الإنجازات كان يفترض أن تنجز خلال السنوات الماضية، لكن لكون الإنجازات ضعيفة جدا وجميع الطبقة السياسية منشغلة بالفساد وبتمويل مشاريعها الحزبية والذاتية، تحاول تصوير
هذا الحدث وكأنه حدث هي التي ساهمت به. هناك نوع بعض السياسيين يعني حاولوا أو قاموا بشيء من الإنجاز، لكن لا يحسب حجم الفرحة الكبيرة التي حققها المنتخب وحجم الجمهور الذي ساند هذه البطولة. كل هذه الإنجازات هي إنجازات عراقية، وهذه الطبقة السياسية متأخرة جدا، يعني كان من المفترض مثل هكذا إنجازات تحدث قبل سنوات وليس الآن. لكن هناك نوع من التسويق لنفسها من خلال الأحداث الرياضية وحتى غير الرياضية كما حصل في أحداث سابقة. نعم أستاذ فاروق، هل ترى أن ما يحدث أو ما جرى بعد كأس الخليج أن يكون ربما بابا لمجالات أخرى؟ يعني كما هو معلوم مثل ما تحدث الأستاذ مجاهد أن المناسبات الرياضية هي لترطيب الأجواء وفتح المجال، ربما المفتاح لأول باب للاستثمارات كما هو معلوم في جميع الدول. يعني عندما تريد أن ترطب علاقة أو علاقات دبلوماسية ما بين الطرفين تكون مباراة بكرة القدم هي الفاتحة خير مثل ما يقولون. فيما في الشأن العراقي في موضوع العراق، هل ترى أن السياسيين الذين يصفهم الكثير من المراقبين أنهم محزبين وأنهم سعوا إلى سرقة أموال الشعب العراقي بملفات فساد عملاقة، سواء بتهريب العملة سواء بتهريب النفط العراقي، وخاصة وزارة التخطيط تتحدث عن أن نسب الفقر أكثر من 30% بآخر تقرير لها، سواء بالواقع الخدمي السيء؟ يعني كيف تنظر إلى ذلك؟ هل هناك ما بعد الرياضة مرحلة قادمة من استثمارات مع دول الخليج مع المنطقة، أم أن السياسيين لن يسمحوا بذلك؟ باعتقادي حينما تكون السلطة الموجودة في البلد هي تسعى إلى 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 إقامة علاقات جيدة ومتنوعة وإلى فتح المجالات إلى الشركات سواء كانت العربية أو العالمية لأحداث التطوير في البلد، هكذا أعمال مثل وهكذا لقاءات سواء كانت رياضية أو فنية نعم ترطب الأجواء. ولكن عندما تكون السلطة الحاكمة في البلد، يعني السلطة السياسية التي تحكم اليوم هي نفس السلطة التي كانت عام 2005 و2006 و2007 عندما أحرز العراق بطولة كأس آسيا، وكان المفروض أن يستغل هذا الانتصار الرائع للفريق العراقي، لم للأسف لم تحقق السلطة منذ الاحتلال ولحد الآن أي تطور باتجاه تطوير العلاقات مع الجار العربي ومع دول الجوار باستثناء لأنه منحاز إلى إيران، لأنه هذه الأحزاب للأسف الأحزاب الحاكمة. يعني خلينا نكون واقعيين، هل يستطيع رئيس البرلمان العراقي سواء الحالي أو السابق أو أي من الموجودين في السلطة أن يتجرأ أن يواجه إيران أو الأحزاب المؤيدة لإيران بأي قرار يصبح هو يواجه به إيران؟ لا يستطيع، لأنه بالأساس لا يمكن أن يتم انتخابه لم يكن التوجهات الإيرانية في البلاد. فطالما هذه الأحزاب حاكمة، ولذلك بعد الفوز بالكأس انظر ما ماذا حصل هو تجيير الانتصار للفريق العراقي إلى الانتصار للأحزاب والسياسية. ماذا حصل؟ الاحتفال الذي جرى في ساحة الاحتفالات أو ساحة النصر هو احتفال مسيس، الذهاب إلى النجف تسييس أي إنجاز صدر الذهاب إلى 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 قبر المجرم أبو مهدي المهندس وإهداء الكأس إليه هو تسييس. هذا لا يمكن أن يعني شخص
محكوم بالإعدام في دولة عربية، دولة خليجية، وأغلب دول الخليج تنظر إلى هذا الشخص على أنه مجرم. إذا كنا نهدف إلى الانفتاح عربيا، كيف نذهب إلى قبر هذا المجرم ونادي كأس الخليج إلى هذا المجرم؟ إذن المسألة لا زالت للأسف من تحكم السلطة هي أحزاب تابعة إلى إيران، وتعمل لصالح إيران أكثر من ما تعمل لصالح العلاقات العربية العراقية. طيب أستاذ طاهر، ما الحكمة أو ما الفائدة، ما الهدف من هذا التقارب في مجال الرياضة إذا لم يكن هناك هدف بعده في مجال الاستثمارات؟ طبعا سؤال مهم جدا. أنا علي أن أشير لموضوع الحضور حقيقة الواسع والإغبال الشعبي الذي حصل في العراق، وخاصة في آخر يوم حسب التقارير هناك ما يقارب 500,000 مواطن عربي وعراقي حضروا في البصرة من أجل الوقوف إلى جانب هذا الكأس، وهو حقيقة عبارة عن استفتاء ورسالة واضحة للحكومة العراقية وللعالم، وخاصة للحكومة العراقية، أن الشعب العراقي يبحث عن استقلالية القرار واستقلالية الاقتصاد واستقلالية الموقف، وأيضا رجوع العراق إلى الوطن العربي وإلى دولة مستقلة صاحبة قرار. أتصور الحكومة العراقية الحالية هي الآن عليها إذا كانت تريد أن تخدم من أجل العراق ويكون هناك انفتاح اقتصادي وانفتاح سياسي وانفتاح للإعمار العراقي الذي دمر منذ 20 عام، دمر البنية التحتية، البنية الاقتصادية، وكان العراق ضمن وجود 8 أعوام من حرب طاحنة قامت بها إيران على العراق الشقيق. أتصور هذه الرسالة وهذا الحضور يسمح للحكومة العراقية أن يقف مع شعب العراق الشقيق من أجل إخراج العراق من الاحتلال الإيراني، اسمحوا لي وأحكيها بصراحة، من احتلال الإيران المباشر بالمؤسسات العسكرية والاقتصادية التي تقودها الميليشيات، وانطلاق بالعراق الشقيق خارج دائرة إيران. الرسالة والأمر المهم في هذا الاستفتاء حقيقة على الحكومات العراقية وعلى رجال دين العراق أن ينطلقوا بالعراق خارج هذا النطاق الضيق الذي برمجت لإيران وخططت لإيران منذ 20 عام، أن يكون العراق حديقة خلفية لكل جرائم النظام الإيراني، إن كان في الإقليم أو حتى مع علاقتها بالعالم. وأتصور متابعينكم وضيوفكم الكرام يعلمون أن إيران أعلنت بشكل رسمي وعلى لسان رئاسة جمهوريتها روحاني وحتى قائد الجيش، هذا قائد الحرس الثوري، قال أننا لدينا 6 جيوش، يعني احتفروا الجيش العراقي والميليشيات الإرهابية الموجودة في العراق هي كلها تابعة لإيران وجيوش إيران. فأتصور الرسالة كانت من قبل أهلنا وأشقائنا العراقيين المواطنين للحكومة وللعالم أننا نريد أن نخرج العراق من حاضنة إيران ومن سيطرة إيران. فعلى الحكومة العراقية الحالية ورجال دينها أن يستغلون هذا الموقف ويستخدمونها لصالح العراق العربي. هل ممكن أستاذ مجاهد أن يحدث ما أشار إليه أستاذ طاهر؟ يعني ممكن أن يكون السوداني مختلفا عن من سبقه؟ طبعا يعني هناك فرق ما بين النفوذ والاستحواذ الإيراني في العراق وما بين الحكومة. الحكومة يعني هناك نوع من يعني الفصل، هناك هيمنة على النظام السياسي، على مؤسساته، على دوائره، وهناك السياقات الرسمية هي بيد الحكومة، لكن ليس بيدها الكثير. لو أرادت الدول أو رغبت الدول الخليجية بالانفتاح على العراق، ورغب السوداني أيضا بإكمال المسيرة. طبعا هناك يعني العلاقات العراقية الخليجية بدأت منذ اجتياح داعش للعراق، وكانت
يعني مركزة بشكل أساسي على السياق الأمني في سياق محاربة الإرهاب، لكن هذا السياق يتطور بشكل بطيء جدا. إيران وحلفائها يمنعون أي تطور من الممكن أن يشكل أي مزاحمة أو تنافس للنفوذ الإيراني في العراق على جميع المستويات. يعني إيران لديها نفوذ سياسي، لديها نفوذ عسكري، لديها نفوذ ثقافي، نفوذ مذهبي، نفوذ تجاري، موضوع الطاقة، نفوذ العراق رئة اقتصادية، تهريب الدولار، جميع هذه الملفات إيران استحوذت عليها وتعمل عليها منذ سنوات. لذلك السودان لا يستطيع أن يعني يقيم مشاريع منافسة لما موجود منذ 20 عام. يعني على دول الخليج إن كان لديها الرغبة والقدرة على يعني بناء مشاريع جديدة استثمارية وفتح خطوط اتصال مع العراق، فهو أفضل بكثير من الانفراد الإيراني في العراق. هناك رغبة عراقية بالانفتاح على العراق، هناك العراق عزل فترة طويلة بيد إيران ونفوذ إيران، حتى على مستوى السياحة لا يجدون إلا السياحة الدينية المذهبية. هذه ربما المرة الأولى التي يشاهدون بها سياح من دول عربية أخرى. ليس هناك فقط النموذج المذهبي، هناك سياقات أخرى للسياحة، التجارة وفتح المنافذ، هناك الكثير من ما يقدمه من الخليجيين من فرص استثمارية للعراقيين، وهي أفضل بكثير لهم من النموذج الإيراني الواقع تحت العقوبات. لذلك هناك الكثير من السياقات التي من الممكن أن تعيد العراق إلى محيطه العربي ويندمج اندماجا حقيقيا فيما يتعلق بخطوط التجارة، خطوط الطاقة، خطوط الاتصال الثقافي والتجاري. لكن إيران تجد وترى وتنظر إلى تلك الزوايا بنظرة العداء. يعني العراقيين ليس لهم مشكلة في الانفتاح على الإيراني والخليجي وأي ثقافة أو بلد آخر، لأن العراق يعيش حالة من الاختلاف. لكن هذا الاختلاف إذا تحول إلى خلاف، وإيران تضخ في هذا المجال، يعني تضخ نموذج بتحويل الاختلافات هذه ما بين العراق والخليجيين، حتى لو كانت خلافات أو اختلافات بسيطة، تحولها إلى عداء. وبالتالي إيران تنظر إلى هذه الدول نظرة عدائية. نعم. تجد أن مشروع الطاقة أو تزويد الخليج بالربط الكهربائي للعراق تراه ضرب مشروع الإيراني الذي يغذي العراق بالغاز والكهرباء. المشكلة أنه المشروع الإيراني من أموال العراقيين يتم بناء هذه المشاريع، ومن ثم يتم استيراد الطاقة من إيران بأموال العراقيين. الأمر غريب، يعني استحواذ 100%. بالتأكيد، يعني هناك نوع من التغلغل، هذا التغلغل يعني مستمر على مدى سنوات، والبداية العربية الخليجية من الممكن أن تؤدي إلى التقليل من الاعتماد على إيران، وبالتالي الانفتاح على دول الخليج. طيب أستاذ مجاهد، الدكتور فاروق، شهدت فترة النفوذ الإيراني منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة بحسب محللين سياسيين ومراقبين وبحسب ثوار تشرين وبحسب الشهود العيان وحتى بحسب ما يقول الجمهور الرياضي داخل ملعب جذع النخلة في البصرة، لم يشهد العراق في ظل النفوذ الإيراني سوى التخريب في الثروة الزراعية والتبديد، وكذلك تهريب النفط، تهريب العملة الأجنبية من العراق، فتح الحدود للمخدرات. لم يرى الشعب العراقي أي شيء يشجعه أو يؤدي به إلى النهضة الاقتصادية وبالتالي التنمية الاجتماعية والرفاهية، في حين يرى كثيرون أن العراق عندما يكون إلى جانب دول الخليج باستثمارات مشتركة ينقذ ذلك المواطن من نسب الفقر المرتفعة وكذلك من العشوائيات ومن التيهان، وينقذ الشاب العراقي، يصبح له أمل في أن يجد وطنا
حاله كحال أي مواطن خليجي باعتبار أن العراق دولة خليجية. يعني السؤال هنا، لماذا لا توجد إرادة عربية حقيقية لسحب العراق وإنقاذ العراق من الفك الإيراني؟ هذا ما وقعت به الأنظمة العربية حتى قبل الاحتلال، يعني عندما سمحت للقوات الأجنبية في الدخول إلى أراضيها، سواء يعني احنا إذا نريد نسأل من أين أتت القوات الغازية إلى العراق؟ أتت بمساعدة أغلبها الدول العربية، وإيران بالتأكيد ساعدت، والكل يعلم ماذا حصل بعد أن لم تستطع القوات الإنجليزية الدخول إلى أم قصر وإلى البصرة، وكيف إيران ساعدت في هذا التوجه. ودخول القوات الأمريكية معظمها كانت من دول عربية، لذلك الأنظمة العربية ساهمت مساهمة كبيرة في العمل على احتلال العراق، مع شديد الأسف لأنه كانت تنظر إلى النظام الوطني القائم في تلك المرحلة ربما نظام يهدد مصالحها أو يهدد وجودها، ولكن بعد مرور سنوات عديدة اكتشفوا أن هذا الأمر، أنه العراق حمية ضيعة إيرانية أو ولاية إيرانية من خلال وجود حكومة ولائها الكامل هو إلى إيران، من خلال أحزاب سياسية، من خلال أشياء تعمل بأمرة إيران وتعمل بأمرة الحرس الثوري، ولا تأتمر بما يسمى بالقرارات العربية أو الدفاع العربي المشترك، أو تلتزم بقرارات الجامعة العربية. فلذلك أنا أعتبر أنه الأنظمة العربية وخاصة الخليجية ساهمت مساهمة كبيرة بالفترة الماضية. نعم، خلال السنوات الأربع الماضية وبالتأكيد بدأت تشعر أنه أصبح العراق يشكل خطر على حدوده، خاصة بعد أن بدأت بعد الأحداث اللي حصلت في اليمن، وأصبح الخطر بالنسبة للمملكة العربية السعودية من الجنوب ومن الشمال الشرقي. لذلك هذا باعتقادي أنه دفع الأنظمة العربية إلى العمل على إعادة وجهة نظر جديدة تجاه شعب العراق. شعب العراق لم يتغير، شعب العراق هو انتماء عربي، والدليل على ذلك أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجري في العراق منذ أكثر من 10 سنوات لم تتجاوز 10 أو 15% في معظم المحافظات الجنوبية، وهذا دليل على أن غير العربية في جنوب العراق هي ترفض الوجود الإيراني وترفض الانصياع إلى أوامر الأحزاب الإيرانية. لكن هذا العمل أنا أعتبره هو رغم يعني صغره ورغم حجم تأثيره في القرار السياسي هو ضعيف، ولكن أعطى فسحة للجماهير العراقية أن تبرز العربي وأن تختلط. وشفنا الإنسان البسيطة في البصرة اللي تفتح أبوابها إلى الضيوف، وشفنا الإنسان الفقير البسيط ويعتبر كل خليجي إجا هو ضيف معزز مكرم في بيته وليس في فنادق البصرة أو في المناطق الحكومية، وإنما في بيوت المواطنين. هذا أعطى انطباع إيجابي جدا للجماهير العربية اللي زارت العراق، وحتى اللي ما زارت العراق اللي شهدت، وهذا شعرنا به إحنا اللي موجودين في الخارج من خلال الجاليات العربية الموجودة، بدأت تنظر نظرة يقول لك هذا هل من المعقول هذه البصرة اللي إيران عملت عليها 20 سنة وهي أقرب مدينة إلى إيران يكون موقفها بهذا الشكل لمواجهة إيران ومواجهة التوجه الفارسي العنصري الطائفي في هذه المدينة؟ فهذا أنا أعتبره عمل إيجابي وجيد
ممكن أن الآن تتحرك سواء الشركات الخليجية أو المنظمات الجماهيرية الخليجية وحتى المؤسسات السياحية إذا ما استطعنا أن نتحرك سياسيا، لأنه الحكم الموجود في العراق لا زال هو سيطر عليه الأحزاب السياسية التابعة إلى إيران مع شديد الأسف. نعم أستاذ طاهر، العراق يصفه الكثير من المراقبين أنه ورقة رابحة، فيه موارد بشرية عملاقة، فيه عقول، فيه موارد نفطية، فيه معادن إلى آخره. هنا المشروع العربي أين هو من هذه الورقة الرابحة؟ هناك الكثير من الأحداث والتطورات تجري خلال هذه المرحلة، منها الكشف عن تزويد إيران روسيا بالطائرات المسيرة، منها الداخل الإيراني الملتهب والكثير. يا ترى ورقة العراق أليس من الأفضل والأحسن أن يتم التخطيط داخل مشروع عربي على غرار ما تم ضمن مشروع إيراني، يعني على الضد مباشرة؟ هل ترى أن هذا المشروع ربما يكون من أولويات الدول التي تسعى الآن إلى جذب العراق نحوها، نحو العمق العربي، نحو الهوية العربية؟ بالطبع علينا أن نشير لأمر مهم، يعني هو غياب المشروع العربي هو الذي أدى بالأمة لهذا التفكك وهذا الدمار وهذا الاحتلال القاهر. لو كان هناك مشروعا عربيا مبني على أسس خدمة هذه الأمة لما ضاعت الأحواز، ولم تضع فلسطين، ولم يضع العراق الذي هو من أهم الركائز الوطنية والقومية والعلمية والتراثية. وهذا يمكن كلنا كعرب نقر بأن العراق القاعدة الأساسية والركيزة الأساسية لمواجهة كثير من مشاريع ضد هذه الأمة. نعم على الأمة العربية أن تفعل هذا المشروع. طبعا أنا علي أن أشير أن النظام الإيراني والسلطة الإيرانية تمنع كل تقارب. احنا خلال العامين الثلاثة الأخيرات هناك كان مشاريع من قبل المملكة العربية السعودية حول قضية الكهرباء وحتى المشروع الاقتصادي أو المنتدى الاقتصادي الذي إعلاميا أعلن عنه، ولكن بالمقابل السلطة المتقلقلة للنظام الإيراني بالسلطة العراقية هي تمنع هذا. أنا شرت لي موضوع قضية الاستفتاء الذي حصل، وأتصور اليوم الشعب العراقي العام خارج إطار الأحزاب الموالية لإيران والشخصيات، أنا أتصور هناك الضغط الشعبي الواسع والحضور الواسع على السلطة القائمة وعلى الأحزاب وحتى على يعني مراجع الدينية بالإمكان أن يتوجه الأمر لبسط الأمور لانتقال العراق وإخراج العراق من الكارثة والاحتلال الذي واقع به إلى مرحلة متقدمة من يعني تمكين الدول، إن كانت دول عربية وهذا حلم كل الشعوب العربية، أو حتى الرأسمال الخارجي من أجل الاستثمار في قضايا الصناعية والاقتصادية وغيرها. أشير لموضوع مهم وهو قضية المشروع العربي. نتمنى أن يعني هذا أصبح أمنية لكل مواطن عربي أن يكون هذا المشروع موجود حتى تعيد لحمتها الأمة العربية، تعيد مكانتها السياسية والاقتصادية مثلنا مثل الأمم. لا. الآن الاتحاد الأوروبي هناك كيان يوحد مواقف الاتحاد الأوروبي وهكذا. لا. الأمم الأخرى. نعم. فإن شاء الله يتمكن الشعب العراقي من استعادة نفسه، وحقيقة هذا ما يبشر بما حصل في البصرة. شكرا أستاذ طاهر. أخيرا أستاذ مجاهد، يعني ما مدى أهمية أن يعود العراق إلى عمقه العربي؟ طبعا الدول الخليجية طوال الفترة الماضية كانت يعني بفيتو أمريكي منعزلة عن العراق، ووجدت الكارثة عندما أهمل العراق بأن استحوذ عليه إيران وأصبح
العراق، يهدد الأردن، يهدد دول الخليج، ينشر ميليشياته على الحدود، يتاجر بالمخدرات وأصبح بلد معبر ومستهلك للمخدرات، هناك مهيمن على الخطوط البرية. الدول الخليجية وجدت أن ترك العراق سيؤثر سلبا عليها. العراق ركيزة أساسية في المنطقة، استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، عدم الاستقرار للعراق هو عدم استقرار لكل المنطقة. لذلك السياق العام حاليا هو جعل العراق ليس مكانا لالتقاء الخلافات أو التناقضات السياسية، إنما على العكس تماما هو جعله مكان لالتقاء المصالح والاستقرار. لذلك الجميع يسعى بشكل أو بآخر من أجل أن يستقر العراق، لأن استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وهذا هو النقطة الأساسية والمهمة. طيب، بالنسبة لدول الخليج وبالنسبة للعراق في نقطة مهمة جدا، نظام المحاصصة. هذا النظام يعني وضع بعد الاحتلال الأمريكي مباشرة، واعتبر أيقونة لعراق، عراق الديمقراطية مثل ما يسميه الأمريكيون. تمام، كيف ينظر العالم العربي أو الدول العربية أو الأنظمة العربية إلى موضوع نظام المحاصصة في العراق، وهل يعد عائقا لعودة العراق إلى العمق العربي أم سيظل بأحضان إيران وهذا ما يسلم به الكثير؟ طبعا الدول الخليجية لا يهمها التفاصيل، هي تنظر إلى النتيجة النهائية. النتيجة النهائية، هل هناك استقرار، هل هناك حكومة ديمقراطية، هل هناك انتخابات، هل هناك سياقات صحيحة معمول بها لدعم العراق ودعم استقراره ودعم التنمية فيه. أما التفاصيل هذه ستعتبر لاحقا تدخلا في الشأن العراقي، وهي لا تميل اليوم إلى أن تضغط بهذا الاتجاه، إنما تترك العراقيين يقررون بأنفسهم. نعم، إذن العراق لن يعود إلى عمقه العربي ما دام نظام المحاصصة قائما فيه، والذي أسسه الاحتلال الأمريكي برعاية إيرانية. أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، الأستاذ مجاهر الطاي الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، وأشكر الدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا أستاذ طاهر الأحوازي الكاتب السياسي الأحوازي ضيفي عبر سكايب. شكرا لضيوفي الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.